أحب اللحن العربي الأصيل فأحبه، إنه العازف والموسيقي والفنان طارق الجندي الذي أحيا حفلا موسيقيا في مركز الشيخ إبراهيم. نشوف التفاصيل ونعود لكم. استضاف مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث الموسيقي الأردني طارق الجندي في أمسية موسومة برباعية طارق الجندي، واستحضر الجندي 10 مقطوعات موسيقية على آلة العود، صاحبتها آلات الفلوت تشيلو بالإضافة إلى الإيقاع. اليوم راح أقدم 10 مقطوعات من مؤلفاتي الموسيقية، اللي هي راح تكون مزيج من ألبوم ترحال اللي أصدرناه بال 2013 وألبوم صور اللي أصدرته بال 2015، والمؤلفات اللي أنا كتبتها للرباعي اللي هم العود والفلوت والتشيلو والإيقاع. وراح تشوفوا هذا المزج بين موسيقتنا الشرقية بالموسيقى الغربية، بين ألحاننا الشعبية الشامية، وإن شاء الله أنها بتعجبكم. المقطوعات مستوحاة من مجموعة مشاهد لأمكنة وصور تحكي عن أحداث وأشخاص، لحنها الجندي بأسلوب سرد حوارات بين الآلات الشرقية والغربية، جزء منها تكونت من ثقافته وبيئته، وذلك في إطار الموسم الثقافي قل هو الحب لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث. صراحة هاي أول مرة إلنا في البحرين كرباعي طارق الجندي. مميز كتير بالنسبة لنا هو خروجنا من منطقة الشرق الأوسط، محل ما إحنا موجودين دائما، أردن، لبنان، مصر، وعرضنا في الخليج. I think هاي أول مرة بنعرض كرباعي في منطقة الخليج. العرض بيحتوي على مؤلفات كلياتها لطارق الجندي عازف العود، بين قوالب الموسيقى العربية الكلاسيكية والقوالب المعاصرة. طارق منوع كتير بالأشكال، وفي كمان مقطوعتين راح يكونوا سولو لطارق الجندي. وطارق الجندي بدأ بدراسة آلة العود في سن 11 من عمره، عندما التحق بالفرع التحضيري في الأكاديمية الأردنية للموسيقى، ومن المعروف أنه درس واستفاد على يد العديد من الأساتذة الأردنيين والعرب. طارق الجندي إنسان جدا مميز في طريقة عزفه وطريقة تأليفه للمقاطع الموسيقية. يعني طارق الجندي يألف قوالب موسيقية ومتميزة، يعني إحنا نادرا في الوطن العربي ما عندنا ناس متميزين في تأليف أو متخصصين في تأليف القوالب الموسيقية، ولكن طارق موجود ولله الحمد، ومتميز أيضا في انتقاء النوتة بالإحساس العربي اللي تنتمي له هذه القوالب العربية الأصيلة. وللجندي مؤلفات ودراسات لآلة العود ومؤلفات للتخت الشرقي وموسيقى للمسرحيات وأغاني للأطفال.